فهل يشعر الأموات بنا؟ نعم يشعرون فيما يخص الآخرة. لكن أبويا يعرف أن ولا أبوك ولا أمك تعرف أن أنت اشتريت سيارة جديدة ونقلت ولا يهم. الدنيا بالنسبة للمتوفى كحلقة ملقاة في فلاه وهو يركب طائرة. أنا لو ركب الطائرة الحلقة اللي في الصحراء أشوفها؟ الدنيا بالنسبة للمتوفى كده خلاص لا قيمة لها لا قيمة لها. لكن إيه الآخرة؟ الولد صالح ولد صالح المنتفع به صدقة جارية، الدعاء للمتوفى من ضمن الاستجابة الدعاء، يدخل على أبيك وأمك في أطباق من نور. ما هذا دعاء ولدك الصالح؟ لا دعاء ابنتك الصالحة، لا دعاء أخيك بظهر الغيب سبحان الله. كان الله يرضى عليه سيدنا علي يقول يا أهل القبور أما زوجاتكم قد تزوجت ودياركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت، هذا خبر ما عندنا. يقول يا أمير المؤمنين تخاطب جيفا قد أخبرت، قل والله لكلامي هم أزهجت استماعا منكم ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا إن خير الزاد التقوى. سفيان الثور الله يرضى عليه قبل ما يروح الجمعة يعد على المقابر يقول السلام عليكم يا أهل القبور، آنس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم، ويطلع يخطب بالناس. في يوم من الأيام مرض شهرا، مرض شهر لا بيروح المسجد ولا غيره، فقال رأيتهم في الرؤيا قد أتوني يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما حرمتنا من زيارتك، والله إنا كنا نستأنس بك. يستأنس المتوفى بس إيه؟ لا تذهب إلى قبر أبيك محددا ولا قبر أمك. الإنسان يزور المقابر كي يتعظ. ليه؟ لأن القبر عبارة عن حاوية مؤقتة للجزء المادي، أما الروح تنطلق في عالم الأرواح. يعني جد الذي مات من 200 سنة وجدك اللي مات من 500 سنة لو دخلنا إلى قبره سوف نرى شيئا؟ لن نرى شيئا. يبقى هي القضية قضية إيه؟ أرواح. يعني أنا لو دعيت لأمي أو أبي أو جدي أو جدتي أو عزيز علي أو شيخي أو معلمي وأنا في بيتي يصل الدعاء؟ نعم يصله، لأن هذا هو عالم الأرواح.